يا أهل العراق، السلام عليكم حصرا ورحمة الله وبركاته. نقول إن العراق وحده سيتعافى ويخرج من كل الأزمات، هذا ما قاله رسول الله وعهدناه عنه وعن الإمام الحجة روحي له الفداء. العراق تخلص كل خيرات العالم وتنضب وتنتهي وتشكي نضوبها وانحلالها وانتهائها إلا العراق، فالعراق سينتصر وسيتعافى ويكون أكبر دولة في العالم. إن 30/11 هو خسوف القمر سنة 2020 على أوروبا، ولم يعهده من قبل ذلك، ويوم 14/12 كسوف الشمس على أمريكا، وهنا تكسف أمريكا إلى الأبد، وتأتيها الزلازل والهزات ويضربها خسف من السماء وكسف ما مثله ولم تعهده أمريكا على الإطلاق. خلال 4 سنوات القادمة أمريكا ستباد وتكون أرضا صفصفا، فلكل الذين في أمريكا أقول لهم ارحلوا وأخذوا أموالكم على عجل من أمركم. أما أقول للناس، نحن لا نكره أحدا سوى أنها علامات نهتدي بها، ولهم في النجوم علامات يهتدون بها. أما الجزيرة العربية فوالله سيصيبها قحط وألم وموت لم يعهده من قبل أحد، وملوكهم أخلعت أعنتها الناس عنهم وانتهى أمرهم إلى الأبد، إنها أرهاصات الظهور العظيم. أنا أقول لكم، نحن ليس ضد أحد، لا ضد ملك ولا وزير ولا أمير، ولكن علينا أن نضع الحقائق كلها أمام الأعين، وإيران ستقصف وتضرب ولو كانوا في بروج مشيدة. هذا أمر يعلمه القاصي والداني وليس بالجديد، ولذلك أقول لكم استغفروا ربكم إن الأمر جلل. لذلك حينما تذهب أمريكا وأرض الجزيرة ترجع إلى أرضها الحقيقي، إلى موضع رحابها الإمام الحجة، يقينا سيسود العدل في العالم. لذلك الأمر أرجو أن تنتبهون، إن الأمر جلل. من كان له أموال في دبي فليخرجها وليحولها ذهبا، فوالله سيذهب من لم يستمع إلى كلامي هو وأمواله وأدراج الريح. السلام عليكم مرة أخرى بأحداث جديدة، ولكن أنتظر الزلزال سأزفه إليكم، وتركيا يقينا على أمر جلل سيحدث بها يطيح بكل الذين لم يتقون الله.